عندي اللي يلعب في الفريق عمي وليد عم بابا وخوالي، خالي ايضا لعب في اتحاد العاصمه. كان مربح ديك المقابله هو يا بابا. علاش على سكارة فريق عريق فريق كبير كاتحاد العاصمة؟ هذا فريق اسطوري كبير، هذا الفريق هذايا ما بداوش يلعبوا بينا، هذا مخبين هذا كذا. ان شاء الله هو كذلك راه يبحث على ممولين اخرين، لان من صنقات مجمع واحد ما يكفيش يعني، لان الطلب راه كثير كبير يعني، ومصاريف يعني كبيره تاع هذا النادي. نكذب هذه الاشاعات ونقول انه ما وصلناش لهذه الدرجة. احنا اللي بيرو دياس مابرك براسو ما حدد حدد ديهم، هو العصابة ولا دراهم ولا سرق شي بانو. كنت مدير عام للاتحاد، لا يحق إلي إمضاء صك. ما بحاش ما كاش منها ما كاش ما إليتي أوبليجي كيما يقولوا هنا، رانا بيناتنا جزائريين جات من الفوق.